انا معايا دلوقتي مداخلتين مهمتين جدا. تونس النهارده في مفاجاه كبيره جدا خسرت من المنتخب النميبي، واحده من كبرى مفاجات هذه البطوله حتى هذه اللحظه. معايا عبر زوم الكابتن سامح العروسي نجم منتخب تونس الاسبق، والاستاذ نجيب النجريسي الصحفي باذاعه موازيك التونسيه. اهلا بحضراتكم، مشرفيني ومنوريني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مرحبا بك سامي العروسي من لعبة الترجي لعبة المنتخب القومي. يا اهلا يا فندم، مشرف ومنور. طيب كابتن سامي، عايز اسالك بدايه، لماذا قدم المنتخب التونسي هذا المستوى اليوم في اولى مبارياته في كاس الامم الافريقيه، والمفاجاه الكبيره والخساره من المنتخب النميبي من وجهه نظرك؟ اول حاجه نسلم على زميلي ليسي من اذاعه موزايك، خاطر نتعرفوا به. المنتخب التونسي اليوم تقريب يعني كما المنتخبات الكل يعني افريقيه شمال افريقيا، يعني يظهر بمستوى متوسط، معناتها يمكن الحراره والرطوبه والتحذير للمقابله ما كانش معناتها في احسن حالاته، خلى التقريب للفرق الكل يعني متقاربه برشا، وهذا اللي خلى الفريق القومي التونسي من الدقيقه الاولى يعني ولا الشوط الاول ينجم الفريق النميبي يربح وينجم الفريق القومي التونسي يربح، واللي عمل الخطا هو اللي خسر معناتها المقابله اللي هي مقابله كانت هامه برشا للمنتخب التونسي. طيب استاذ نجيب، نفس السؤال، من وجهه نظرك ما اسباب خساره المنتخب التونسي اليوم قدام منتخب النميبي؟ مرحبا بك كابتن، نرحب بسامي ونرحب ايضا بالكابتن طارق السيد. تقريبا مانيش باش نضيف برشا على اللي قاله سامي، وجه شاحب ظهر بين المنتخب التونسي حذرنا، يمكن سامي يتابع في الاعلام التونسي ويشوف تقريبا في اغلب المحللين اغلب الفنيين اكدوا انه راهو كان هذه ما عادش نحكيو على مفاجات، نحكيو على حقيقه ونحكيو على واقع نتاع منتخبات افريقيه كنا نعتقد ولا في السابق كنا نسميوها مغموره، لكن قاعده تعمل في المفاجاه كما صار مع المنتخب المصري، منتخب جزائري، منتخب غانا. تقريبا اغلب المنتخبات الكبرى عملت نصف عثره وفيها مشكلة عمل عثره، وبالتالي معناها كانت ما نقولش كانت منتظره، لكن كانت فما مخاوف من هزيمه او من الظهور بوجه شاحب ولا حتى تحقيق نقطه تعادل، اللي حتى نقطه تعادل ما ترضيش المنتخب التونسي باعتبار انه نميبيا حقت علينا زاد اول انتصار في تاريخها في كاس افريقيا. وجه شاحب منتخب بلا روح اليوم، لا اداء ولا روح ولا حتى شيء، خلينا نخلصوا الفاتوره وهي الهزيمه، وهزيمه قاسيه لكن مستحق. زاد اغلب الاراء في تونس جماهير وفنيين الناس كل يقولوا اننا نستحق الهزيمه بعد الظهور بالمردود الكيف. كابتن سامي انا بشكرك شكرا جزيلا، كابتن او استاذ نجيب انا بشكرك شكرا جزيلا ايضا، اتمنى للمنتخب التونسي كل التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب